معنا دلوقتي فندق مقر إقامة الأهلي مراسلنا محمد توفيق. محمد في البداية صباح الخير، بنصبح عليك أنا وكريم. صباح الخير، تحياتي ليكم ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان والجمهور الأهلي العظيم اللي بيتابعنا من جميع أنحاء العالم. بص بقى، يعني خلينا كده نقول يا توفيق ان خلاص يعني رحلة ان شاء الله النجمة العشرة هتبدأ النهاردة تحديدا الساعة 9 على استاد القاهرة، والمواجهة مع المريخ السوداني. خلينا نعرف يعني اولا الاستعدادات من دلوقتي والكواليس لغاية موعد المباراة، طمنا على حالة برضو اللاعبين، الاستعدادات النفسية، يعني اليوم هيمشي ازاي لغاية ان شاء الله الساعة 9 او 7 بقى وتواجدهم باستاد القاهرة. اتفضل يا توفيق. باذن الله، يعني زي ما ذكرتي، يعني على بركه الله ان شاء الله النهارده يعني ضربه البدايه وبدايه الطريق نحو النجمه العشره ان شاء الله. يمكن هنتكلم على النهارده، بس النهارده مرتبط بامبارح ومرتبط باول من النادي الاهلي انهى رحلته في كاس العالم للانديه بيتسو موسيماني، والحديث مع اللاعبين قال لهم ان شاء الله السنه الجايه نيجي كاس العالم للانديه مره اخرى، وان شاء الله في المره الجايه نحقق طموح وهدف يكون اعلى والوصول للمباراه النهائيه. اعتقد الكلام ده كان حاضر امبارح كمان في قبل تدريب النادي الاهلي الاخير اللي اقيم على استاد التتش، كان في محاضره فيديو مستر موسيماني اتكلم مع اللاعبين على ازاي هنلعب في المباراه، ايه الجمل اللي هنأديها، هيتم التعامل ازاي مع المريخ اللي بشكل كبير هيعتمد على الاداء الدفاعي النهارده امام النادي الاهلي على ارضه النهارده على ارض استاد القاهره. اتكلم واكيد اتكلم عن الطموح والوصول لكاس العالم مره اخرى ان شاء الله والحصول على النجمه العاشره وان شاء الله انتصارات دايما للنادي الاهلي. بعد محاضره الفيديو كان التمرين الاخير، بعديه مستر موسيماني اعلن قائمه الفريق من 20 لاعب. يمكن النادي الاهلي النهارده بيلعب ضد المريخ السوداني، وكمان الاصابات والاجهاد، يمكن مستر موسيماني اتكلم بشكل كبير مع اللاعبين ان على الفعاليه الهجوميه ومحاوله انهاء المباراه بشكل مبكر، خاصه ان يعني بشكل كبير الفريق ممكن لو المباراه امتدت بنتيجه يعني ما فيهاش اهداف يعني مبكرا هيبقى في اجهاد واللاعبين هيتاثروا بالاجهاد شويه، فده هدف مستر موسيماني انهاء المباراه بشكل مبكر واحراز هدف مبكر باذن الله رب العالمين. يمكن كمان زي ما بنقول الاهلي بيلعب ضد المريخ والاصابات، غياب اكثر من لاعب، يعني يمكن الخط الدفاعي علي معلول والغياب الاصابه ايمن اشرف، كمان غياب طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وطبعا حسين الشحات للايقاف من اخر مباراه للنادي الاهلي فاز فيها السنه الماضيه امام الزمالك في النهائي. كل دي عوامل طبعا زي ما بنقول بتلعب ضد النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي وزي ما يعني مستر موسيماني ذكر في المؤتمر الصحفي امبارح قال قادرين على تعويض اي غيابات. النادي الاهلي زي ما بنقول دايما وشعارنا الاهلي بمن حضر، والنادي الاهلي قادر ان شاء الله باي 11 لاعب في الملعب يكونوا 11 راجل، وان شاء الله يحققوا الفوز للنادي الاهلي والوصول لهدفه ومبتغاه من اي مباراه بيخشها، وهو الفوز واللعب على الفوز، ومفيش اي حاجه النادي الاهلي بيلعب عليها غير هدف واحد وهو الفوز ان شاء الله في كل مباراه. يمكن في المؤتمر الصحفي كمان اتكلم سعد سمير يعني احد كباتن النادي الاهلي، وقال ان شاء الله يكون الميداليه البرونزيه والمشاركه بشكل فعال في كاس العالم للانديه حافز لينا ان شاء الله ان احنا باذن الله نفوز بالبطوله ونحقق اللقب الثاني على التوالي ونروح ثاني كاس العالم ان شاء الله. الاجواء بقى النهارده يعني زي ما بنقول اليوم بادئ مبكرا جدا الاستعداد، وان شاء الله يعني النادي الاهلي قادم بخطى ثابته باذن الله نحو اللقب العاشر والنجمه العاشره. يمكن اليوم بدا بدري جدا، الدكتور عبد الرحمن سعيد اخصائي التغذيه كان اول يعني زي ما بنقول من بدري جدا موجود في المطعم هنا في فندق الاقامه، الاشراف تام على وجبات الافطار للاعبين، اللاعبين كان حرص تام ان كلهم ينزلوا يتوجهوا يعني يتناولوا وجبه الافطار حالا دلوقتي وانا بكلمكم، كان بدا النزول من الساعه 10 ولغايه دلوقتي واحنا معاكم مستمرين في تناول وجبه الافطار. يمكن الجهاز الفني كمان كان حريص انه يجتمع مع اللاعبين اثناء الافطار كحديث جانبيه كلها في المباراه، في تركيز تام جدا ان شاء الله يحقق اهدافه والنادي الاهلي يحقق زي ما بنقول يعني ضربه البدايه تبقى قويه، خاصه ان مستر موسيماني باصص لتصدر المجموعه منذ انطلاق اول مباراه ان شاء الله، خاصه ان نتائج المجموعه ان سيمبا فاز على فيتا كلوب خارج ملعبه في اول مباراه، واحنا المباراه الجايه ان شاء الله يوم الثلاثاء زي النهارده هنقابل سيمبا على ملعبه، فالبدايه النهارده والفوز ان شاء الله يحطنا في الصداره من بدري هيريح اللاعبين جدا. يمكن بقيه اليوم هيمشي ان زي ما بنقول الفطار بدا الساعه 10 ان شاء الله، الغدا هيبقى الساعه 2، بعد كده المحاضرة الفنية واللي هيعلن فيها التشكيل هتبقى الساعة 5:30، بعد كده وجبة السناكس هتبقى الساعة 6، والتحرك بإذن الله من فندق الإقامة هنا لاستاد القاهرة هيبقى في تمام السابعة مساء. طيب رائع جدا يا توفيق، احنا كده اطمنا واعتقد يعني الناس بقى عندها صوره كامله عن الكواليس وايه ازاي اليوم هيمشي يعني لغايه ان شاء الله ميعاد الماتش، يعني وجه لنا او يعني قول للعيبه ان احنا بنسلم عليهم ونتمنى لهم اكيد انا وكريم وكل الناس اللي بتتابع دلوقتي وكل الاهلاويه في كل مكان في العالم ان شاء الله التوفيق النهارده في المباراه. شكرا ليك جدا يا توفيق.